ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتعلمين، أتمنى أن تكونوا بألف خير، ومرحبا بكم في قناة تعلم مع فافا. درسنا اليوم هو الزوايا، وفي نهاية الحصة سوف تتعرفون على مفهوم الزاوية وعلى أنواع الزوايا. لاحظوا معي جيدا هذه الأشكال، لدينا مثلث، مستطيل، مربع، ومثلث. الآن ماذا تلاحظون؟ نعم، لقد قمت بتلوين جوانبها. إذن هنا نتكلم عن الزوايا، مفرد زاوية. فكما تلاحظون الزاوية هي التقاء ضلعين عند نقطة. الزاوية هي التقاء ضلعي كل شكل عند نقطة، نسمي هذه النقطة رأس الزاوية. فالشكل الذي لديه ثلاثة أضلاع له ثلاث زوايا، والشكل الذي له أربع أضلاع فله أربع زوايا. نلاحظ كذلك أن الزوايا تختلف، فالملونة بالأزرق تختلف عن الملونة بالأحمر، والملونة بالأحمر والأزرق تختلف عن الملونة بالأسود. إذن هنا سنتكلم عن أنواع الزوايا. سنبدأ بالنوع الأول وهي الزاوية القائمة. الزاوية القائمة هي التي قياسها يساوي 90 درجة بالضبط، يمكنني إنشاؤها باستعمال الكوس فقط. إذن الزاوية القائمة هي الزاوية التي لها ضلعين مطابقين لضلعي الكوس. فإذا كانت الزاوية لها ضلعين مطابقين لضلعي الكوس فهي زاوية قائمة. إذن لإنشائها يكفي أن نضع الكوس ثم نرسم ضلعين مطابقين لضلعي الكوس، فنحصل على زاوية قائمة قياسها 90 درجة. ولنتأكد من قياسها يكفي أن نستعمل المنقلة، فنأخذ مركز المنقلة ونضعه على رأس الزاوية. إذن هذا رأس الزاوية. يكفي أن نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية، وأن يكون الصفر موضوع على الضلع الأول دي الزاوية، ثم نلاحظ إلى أين يشير الضلع الثاني، إذن يشير إلى 90 درجة. نمر إلى النوع الثاني وهي الزاوية الحادة. هي الزاوية أصغر من 90 درجة ولا تساوي صفر. إذن الزاوية الحادة هي الزاوية الأصغر من 90 درجة. إذا بدأنا من هذا الصفر 90 درجة فهي الأصغر، قد تكون 80، 70، 60، 50، 40، 30، 25، 20، 10، وألا تساوي صفر. الزاوية الحادة هي الزاوية التي لا تساوي صفر، وقياسها يجب أن يكون أصغر من 90 درجة، لا يساوي 90 درجة، لأن 90 درجة هي الزاوية القائمة. إذن سنقوم بإنشاء زاوية قياسها 45 درجة. أولا سنختار رأس الزاوية، ثم سأقوم بإنشاء الضلع الأول لأن الزاوية لها ضلعين. سأقوم بإنشاء الضلع الأول. إذن كما تلاحظون هذا نسميه رأس الزاوية، وهذا عبارة عن نصف مستقيم، نصف مستقيم في هذا الاتجاه. إذن رأس الزاوية ونصف مستقيم محدود
برأس الزاوية محدود بنقطة ويتجه نحو اليمين. ثم سأقوم بإنشاء الزاوية الحادة التي قياسها 45 درجة. سأخذ المنقلة ثم سأضع مركز المنقلة على رأس الزاوية هكذا. مركز المنقلة يجب أن أضعه على رأس الزاوية، وهذا الصفر يجب أن أضعه على هذا الضلع. إذن كما تلاحظون فالمنقلة لها صفرين، الصفر الأول والصفر الثاني. إذن دائما أختار الصفر الذي يتجه نحوه الضلع الأول. إذن أختار هذا الصفر، أقوم بالعد انطلاقا من هذا الصفر. إذن رأس الزاوية أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية وأوجه الضلع الأول، ثم أضع الصفر على الضلع الأول. أعيد، إذن أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية وأختار هذا الصفر. لماذا؟ لأن الضلع يتجه نحوه، لأن الضلع الأول للزاوية يتجه نحوه، وأضع الصفر على الضلع. ثم يجب أن أقوم برسم الضلع الثاني. إذن سأبحث عن 45، لاحظوا معي جيدا، 0، 10، 20، 30، 40، 50. إذن 45 توجد ما بين 40 و50، 41، 42، 43، 44، 45. أضع نقطة ثم أرسم الضلع الثاني وأحصل على زاوية حادة قياسها 45 درجة. المثال الثاني، سأقوم برسم زاوية قياسها 70 درجة. إذن كما تلاحظون 70 أصغر من 90 درجة. أولا أختار رأس الزاوية، ثم أرسم الضلع الأول. هذا المثال سأختار الضلع موجه نحو اليسار. سأقوم برسم الضلع الأول، أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية وأختار الصفر الموجود في اليسار، لأن هذا الضلع محدود من جهة ويتجه نحو اليسار. إذن أختار الصفر الموجود على اليسار وأقوم بالعد 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70. ثم أحدد نقطة وأرسم الضلع الثاني فأحصل على زاوية حادة قياسها 70 درجة. الزاوية المنفرجة هي الزاوية التي قياسها ما بين 90 درجة و 180 درجة، لا يساوي 90 ولا يساوي 180، بل قياسها ما بين 90 و 180. مثلا 100، 120، 135، 170. إذن قياسها لا يساوي 90، أكبر من 90، لأن الزاوية التي قياسها 90 هي زاوية قائمة، إذن أكبر من 90، وأصغر من 180، ما بين 90 و 180. إذن سنقوم بإنشاء زاوية قياسها 130 درجة. إذن أولا نحدد رأس الزاوية، ثم نقوم بإنشاء الضلع الأول. إذن الضلع الأول محدود من جهة ويتجه نحو اليسار. ثم أخذ المنقلة، أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية، والصفر يجب أن أضعه على الضلع الأول. لاحظوا معي الصفر، إذن يجب أن يكون مستقيما مع الضلع الأول، يجب أن أضعه على الضلع الأول. ثم أبحث عن 130، إذن أبدأ من هذا الصفر لأن الضلع الأول يتجه نحو اليسار. إذن أبدأ العد من الصفر الموجود في اليسار، صفر، لا أبدأ من 180، أبدأ من الصفر الموجود من جهة اليسار، صفر، 10، 20. إذن
130 وسنحصل على زاوية منفرجة. الزاوية المنفرجة إذا كما يظهر لنا أكبر من 90 درجة، وحصلنا على زاوية قياسها 130 درجة. إذا سنقوم بإنشاء زاوية قياسها 165 درجة. إذا كما قلت نختار رأس الزاوية، نحدد رأس الزاوية، ثم ننشئ الضلع الأول. إذا يتجه في هذه الحالة نحو اليمين، ثم أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية والصفر على الضلع الأول وأبحث. إذا أبدأ العد من هذا الصفر لأن الضلع يتجه نحو اليمين، أختار الصفر الموجود في اليمين، 0 10 20 إلى 100 160 170. إذا 165 يوجد بين 160 و170، ثم سنحصل على 0 منفرجة قياسها 165 درجة. إذا في هذا التمرين سنحدد نوع كل زاوية ونحدد قياسها. سنبدأ بالزاوية الأولى، إذا سنتحقق من قياس كل زاوية، ثم نأخذ المنقلة، أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية والصفر على الضلع الأول، أختار الصفر الموجود على اليمين لأن الضلع يتجه نحو اليمين، ثم ألاحظ أن هذه الزاوية قياسها 90 درجة، إذا هي زاوية قائمة خالية، إذا هي زاوية قائمة قياسها 90 درجة. النوع الثاني، الزاوية الثانية، أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية والصفر على الضلع المتجه نحو اليمين، 0 10 20. إذا كما تلاحظون قياس هذه الزاوية هو تقريبا 135 درجة، إذا هي زاوية منفرجة. ثم الزاوية الثالثة نفس الطريقة، أخذ المنقلة وأضع مركز المنقلة على رأس الزاوية، إذا هنا الضلع يتجه نحو اليسار، أبدأ العد من الصفر الموجود على اليسار ونلاحظ أن قياسها تقريبا 43 درجة. الزاوية القائمة قياسها 90 درجة بالضبط، ويمكننا التحقق باستعمال الكوس، فضلعي الزاوية القائمة مطابقين لضلعي الكوس. الزاوية المنفرجة، الزاوية المنفرجة هي زاوية قياسها أكبر من 90 درجة، قد ما بين 90 و180، لا تساوي 90 ولا تساوي 180، بل قياسها بين 90 و180 درجة. أما الزاوية الحادة فقياسها لا يساوي 0، أكبر من 0 وأصغر من 90، قياسها ما بين 0 و90 درجة. سأقوم بتمثيل الزاوية بالبركار، قد تكون منعدمة، ليس لدينا زاوية يعني يساوي 0، وقد تكون زاوية حادة قياسها أصغر من 90 درجة، وقد تكون زاوية قائمة تساوي 90 درجة، أو منفرجة أكبر من 90 درجة.